إلى جدة اليوم السابع، والقوى العاملة تبدأ تلقي طلبات راغبي العمل بالزراعة في السعودية. بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة أمس الأربعاء قبول طلبات العمالة الزراعية الراغبة في العمل في مجال الزراعة الموسمية بالمملكة العربية السعودية بمرتب شهري 1500 ريال سعودي، مع توافر مزايا تأمينية وصحية والسكن المجاني والمواصلات من محل الإقامة إلى مكان العمل، بالإضافة إلى 3 وجبات يومية، مع تحمل الشركة تكاليف السفر من القاهرة للسعودية والعودة. على الهاتف معنا الأستاذ ياسر الشربيني المتحدث باسم وزارة القوى العاملة والهجرة. أستاذ ياسر، أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور يا فندم. أهلا أستاذ ياسر. معلش، عايزين المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر. تمام. يعني هو برضه يعني حقيقة برضه الوزارة في هذه الأيام بتحاول بقدر الإمكان إن هي يعني ترفع من الأعباء الملقاة على المواطنين، وتحديدا المهن اللي هي منخفضة الدخل زي مهن عمال الزراعة. قمنا بمجهودات شخصية من خلال المطار العمالي في السعودية، تمكنا من الحصول على حوالي 400 فرصة عمل من كبرى الشركات العاملة في مجال الزراعة. على 400 فرصة عمل؟ 400 يا فندم، 400 فرصة عمل. الحقيقة هو كان بداية الأجر اللي كان مقدم من الجانب السعودي كان حوالي 1000 ريال، ولكن رفعنا مع الشركة ورفعنا الأجر إلى 1500 ريال، إلى جانب إن الشركة هتتحمل السكن، هتتحمل المواصلات من محل الإقامة لمكان العمل، وهتقدم 3 وجبات يومية، وهتتحمل تكاليف سفر العامل من مصر إلى السعودية والعكس. بالأمس كان يمكن أول يوم في التقديم، وتقدم يعني ما يقرب من حوالي 40 أو 45 متقدم. تم إجراء مقابلات شخصية معاهم من خلال أعضاء ممثلين عن الشركة والوزارة، والنهارده باذن الله اليوم الثاني بنستكمل استقبال باقي المطلوبين باذن الله. طب عايزين نعرف دور وزاره القوى العامله والهجره في التاكد ان مثلا السكن المخصص للعماله، وايضا مكان الاقامه، الوجبات اللي بتقدم لهم، ان كل ده على مستوى معين او نقدر نقول ان هو ادمي ومناسب. تمام. هو طبعا حضرتك زي ما انا قلت في الاول، يمكن المستشار العمالي للوزاره المتواجد حاليا في السعوديه هو اللي بيقوم بنفسه او ينتقل بنفسه الى مقر اقامه العاملين اللي هيتم توفيرها، وتاكد بنفسه من ان هي اماكن لائقه. وطبعا طب هل تم التاكد ولا ده لسه في خطوات جايه؟ طبعا يا فندم تم التاكد يا فندم. احنا الفرص ما بيتمش اعلان عنها الا بعد تاكد من ان الشروط اللي معلن عنها على الارض الواقع فعلا متحققه. طب وكان في قبل كده اعلان ان هو مش هيبقى مع السعوديه بس، لكن في العديد ايضا من الدول العربيه، كان من ضمنها الكويت على ما اذكر، والبحرين او ما شابه. يعني في بروتوكولات اخرى تم توقيعها ما بين وزاره القوى العامله والهجره ويعني وبلاد اخرى، ولا بس فقط السعوديه؟ تمام. هو انا طبعا لنا الحمد لله علاقات مع مختلف الدول العربيه، ولكن حاليا السوق السعودي هو منفتح اكثر عن العماله المصريه، واحنا بنحاول نستغل هذا التوجه اكبر قدر ممكن. ويمكن احنا الاسبوع اللي فات كنا اعلنا عن توافر 3000 فرصه عمل برضه في السعوديه، ولكن في مهن تختص او تتعلق بالتشييد والبناء، يعني عمال بناء، والى الان برضه ما استقبل طلبات. احنا بنحاول بقدر الامكان يعني ان احنا نوفر في الدول العربيه، ولكن في هذا التوقيت خاصه مع قرب موسم الحج السوق السعودي منفتح اكثر يعني على العماله المصريه. طب وهل تقدم وزاره القوى العامله للعمال يعني هي اللي بتبقى مسؤوله عنهم، او يعني ما شابه ضمانه للحصول على جميع حقوقهم في الاخر، ولا لان طبعا احنا بنشوف برضه حالات بتبقى فيها العماله بتسافر وبتشتغل وهم راجعين ما بيحصلوش على حقوقهم، يعني بيبقى في نوع من مشاكل حول كده يعني؟ طبعا يا فندم، احنا المره دي يعني التوجه الجديد احنا ابتدينا دلوقتي ان العماله اللي بتسافر من خلال الوزاره، من خلال الاعلانات اللي بتقدمها الوزاره، بيكون في نسخ من عقد العمل متواجد هنا معانا في الوزاره، واحنا بنفسنا بنتابع العمل او الشركه اللي بيعمل فيها العمل المصري التزامها ببنود هذا العقد. أستاذ ياسر الشربيني المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، جزيل الشكر. ونواصل مشاهدينا جولتنا الصحفية إلى